هل يجوز للفتاة أن تنتزع الشعر الذي في يدها لأنه طويل ومشوه لجمال المرأة؟ نعم، إذا كان الشعر الذي على الساق أو على الذراع كثيرا مشوها فلا حرج أن يخفف حتى يكون عاديا. أما إذا كان عاديا ليس فيه تشويه فإن الأفضل إبقاؤه، لأن الله تعالى لم يخلقه إلا لحكمة، ويخشى أن تكون إزالته من تغيير خلق الله. وذلك أن الشعر ينقسم حكمه إلى ثلاثة أقسام: قسم يشرع إزالته كحلق العانق والأبط وتخفيف الشارب، وقسم تحرم إزالته كاللحية لأن حلقها حرام، وقسم الثالث مسكوت عنه، لكن الأفضل بقاؤه إلا أن يكون في ذلك تشويه فلا حرج من إزالته.